المصري بالملايين، هي مسيرة نظمتها جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بصفاقس، وهي ليست الأولى وإنما هي حلقة من سلسلة انطلقت مع بداية الثورة، وهي ليست الأخيرة لأنها تستمر مع الحراك الذي يشهده الشارع العربي الإسلامي في الصراع بين أصحاب المبادئ وأصحاب المصالح. الحكم العسكري أسوأ ما يمكن أن يحكم الشعوب، جربته بلدان عديدة وكان مآلها الفشل، وأفريقيا هي الأولى في مجال الانقلابات العسكرية. كنا نعتقد أن الثورة هذه فتحت الأبواب من أجل أن يعبر الناس عن آرائهم وأن يختاروا من يرونه كفؤا، فإذا ما اختار الناس تشكيلة فلا يمكن لأي قوة أن تخلعها إلا عن طريق الصندوق، عن طريق الانتخابات. نحن معكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وندعو لكم سبحانه وتعالى أن ينصركم وأن يعيد لكم شرعيتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. كونوا مع الله حتى يكون الله معكم. ربي ينصرهم، ربي ينصرهم، خاطر مظلومين ومسكينات، هما توا محبوسين في الشوارع، هو محبوسين، اللي محبوس في الحبس محبوس، واللي في الشوارع مسكينات متعذبين، ربي معاهم ويسقط حزب العسكر، خاطر مظلومين ياسر، ربي معاهم. قوموا الشعب المصري باش يصمد برشا ويساند الرئيس مرسي، الخط رجل كف معنا الكلمه وربي معاهم ومعنا زاد الناس الكل، يد واحده ان شاء الله. نحن نسانده في تعبيره عن رايه، نحن نسانده في المطالبه بشرعيته، ونحن نسانده كذلك في تحقيق عزته وكرامته وحريته. اذا اشبعتنا عيون، الا اذا كسوتنا فاكسنا لباس التقوى.